عقدت حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، عقدت مؤتمرا جماهيريا ضم عددا ضخما من الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة للعديد من الشخصيات الدينية والحزبية. وخلال المؤتمر أكد النائب خالد حنفي أن قانون ذوي الإعاقة الصادر من مجلس نوابه من المزايا التي تجعل ذوي الإعاقة يشعرون بأن مصر شهدت تغييرا شاملا بعصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللي يقرأ القانون ويلاحظ الفرق اللي ما بينه وما بين القانون القديم اللي كان طالع من 43 سنة تقريبا، من سنة 75، يحس ان احنا النهاردة مصر بتتغير. وبتتغير ليه؟ عشان على رأس القيادة السياسية رجل اسمه عبد الفتاح السيسي. وفي المؤتمر أكد بطل مصر في السباحة من ذوي الاحتياجات الخاصة محمد الحسيني على ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات. أنت بحبك وإحنا كمان بنحبك وكلنا معاك وهنقف جنبك وهنساعدك وهنواجه كلنا مع بعض، هنواجه بقيت واحدة وهناخد سينا تاني على المصريين ونصحى مع وزر السيسي بتطهر سينا ونصحى مع وزر أرض الناس الوحشة مخاض عنهم. هننزل ننتخب السيسي، كل واحد ياخد أمه وأبوه سيزه ويختموا السيسي